معارك مستمرة تشهدها أحياء الرمادي، حيث تمكنت قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب من اقتحام منطقة الملعب وتحرير حي الشركة والأندلس والجمهور وشارع 20 والحي الصناعي وكلية الطب، بعد تحريرها لمستشفى الرمادي العام والتوجه إلى مدخل منطقة الصوفية. سيطرة على منطقة الثيل اللي تضم مستشفى الرمادي العام، توجهت قطاعات مكافحة الإرهاب بالتوجه إلى جامع الدولة الكبير اللي منطقة الشركة، والحمد لله وشكر تم السيطرة على المنطقة بالكامل. المنطقة حاليا تحت قبضة القوات الأمنية بعد أن تم تحرير مستشفى الرمادي التعليمي وكلية طب الأسنان وكلية الطب في جامعة الأنبار. نحن متجهون نحو جامع الدولة الكبير إن شاء الله. المقاومة الشرسة من قبل مسلحي داعش لم تؤثر على سير القطاعات المحررة لتلك الأحياء السكنية، فيما شرعت الهندسة العسكرية بتفكيك وإزالة الألغام والعبوات الناسفة من الدور والطرقات وفتح ممرات آمنة باتجاه الصوفية لاقتحامها في الساعات المقبلة. احنا حاليا في منطقة الشركة، فكانت مقاومة مشرسة من قبلهم، زين الله مكننا والحمد لله وسوف نسحقهم وطبينا لهم. قمنا بتطهير المناطق المفخخة، المناطق والمنازل المفخخة، وإزالة العبوات من الشوارع وتطهيرها، وكان التفخيخ حسب تقاطع الأشعة والليزر والسبح والمساطر. منطقة الصوفية تعتبر آخر معاقل الداعش، إن شاء الله مستمرين بالتقدم ومعنوياتنا عالية مثل ما رافقتنا وشفت، وإن شاء الله نهايتهم راح تصير مقبرتهم بالصوفية اللي هي آخر منطقة لهم هنا بحاليا منطقة الرمادي. قائد شرطة الأنبار أكد استقرار الأوضاع الأمنية في حديثة التي شهدت مواجهات خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى إلحاق خسائر بصفوف المسلحين، منها حرق 25 عجلة لهم ومقتل من فيها والاستيلاء على أسلحة ومعدات متنوعة. أحداث يوم خلال 72 ساعة على قضاء حديثة كان هجوم متزامن يومي ومن 3 محاور، لكن والحمد لله تم حرق أكثر من 25 عجلة معدة بمختلف أنواعها، كانت قد أرسلت إلى القضاء حديثة من قبل عدو داعش وفيها انتحارين، وتم تدميرها بالكامل. تجهيز شرطة الأنبار بالعجلات، هذه العجلات التي تعتبر دافع وطابع معنوي لدى المقاتل من منتسبي شرطة الأنبار وتشكيلات هذه المديرية لغرض المواصلة وديمومة العمل وديمومة المعركة وزخم المعركة. عمر العبيدي، الحرة.